شكرا 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 شكرا. إذن أحبائي وش رأيكم نبدأ بسؤال؟ تحبوا الأسئلة؟ سؤال اليوم مانيش عارف إلا سهل ولا صعيب. رانا في مدينة وهران. مدينة وهران في أي سنة أسست أول مرة مدينة وهران؟ في أي سنة أسست مدينة وهران لأول مرة؟ شوف الشاطرة هذه 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 هذه. 1954. واسمك بنتي؟ آية. آية الله يبارك. شحال في عمرك آية؟ 9 سنوات. وقتاش أسست مدينة وهران؟ 1954. لا لا بنتي وهران عريقة. مقبل مقبل مقبل. شوف الشاطرة هذه واسمك؟ وهيبة. وهيبة الله يبارك. وقتاش أسست مدينة وهران؟ سنة؟ أول نوفمبر. أول نوفمبر. لا لا قبل قبل قبل. شوف الشاطرة هذه واسمك؟ عبير. عبير شحال في عمرك عبير؟ 9 سنوات. 9 سنوات. شاطرة في الدراسة؟ شاطرة؟ نعم. تقراي مليح؟ نعم. سير. وقتاش أسست مدينة وهران؟ أسست مدينة وهران سنة 1902 ميلادي. أي سنة؟ 1902 ميلادي. واو 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 واو. هذا جوجل ما يدير. بينا بينا. تعالي تعالي روحي روحي روحي. مدينة وهران أسست في سنة 902 ميلادي. ومن بعد عبركم مدينة وهران مرت على عدة حقبات تاريخية. شحال جبتي المعدل في التلات اللي فات؟ 9.22. واو برافو 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 برافو. بين شطرة بين. أعطيني الهدية تاعها أعطيني الهدية تاعها. إذن أحبائي مدينة وهران مدينة عريقة. وهران على بالكم باللي المدن الساحلية كانت بكري كما مدينة وهران مدينة بجاية مدينة شرشال. هاد المدن هادو كانوا يبغوهم علاش؟ للتجارة للتجارة على الموانئ نتاعهم كامل. يا أخي إذن بنتي مهبول يهدي لك هاد الهدية هذه إن شاء الله تستفادي بها. شكرا جزيلا. العفو العفو بنتي الله يبارك الله يبارك. شاطرة 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 جدا. أنا بغيت اليوم على بالكم بلي غدوة راح يعلنوا عن نتائج تاع الفائزين في شهادة التعليم الابتدائي. شكون اللي فوت؟ شكون اللي فوت؟ أوكي. وشكون اللي فوت البيام تاني؟ شكون اللي فوت البيام؟ خلاص عمو يزيد دار لكم أغنية نقول فيها مبروك الناجح عليكم. عمو يزيد راح يفول لكم كاع باش تربحوا إن شاء الله وربي ينجحكم. إذن بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا. تغنوها كاع معايا؟ إذن مبروك النجاح عليكم يلا. بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال سهرت ليالي طوال وفقكم ربي ونجحت يا اللي يتعب فينا مبروك النجاح عليكم. واه واه يا شاطرين واه واه يا شاطرين ورفعتوا ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين راهم بيكم فرحانين مبروك النجاح عليكم. واه يا شاطرين وارفعتوا ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين راهم بيكم فرحانين ابذلتوا مجهود وتعبتوا
وسهرت وسهرت ليالي طوال وسهرت ليالي طوال وفقكم ربي ونجحت ويا كل يتعبي نال بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال وسهرت ليالي طوال وفقكم ربي ونجحت ويا كل يتعبي نال هقدت واللي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك تبني مستقبل حياتك ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخرة بلادك وتكون مفخرة بلادك هقدت واللي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك تبني مستقبل حياتك ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخرة بلادك وتكون مفخرة بلادك بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال سهرت ليالي طوال وفقكم ربي ونجحت ويا كل يتعبي نال بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال وسهرت ليالي طوال وفقكم ربي ونجحت ويا كل يتعبي نال نجاحكم هو الأساس لعبوا بالشهادة أخرى شهادة أخرى بكالوريا وزد لي صاص وإن شاء الله تاني دكتورة وإن شاء الله تاني دكتورة نجاحكم هو الأساس لعبوا بالشهادة أخرى لعبوا بالشهادة أخرى بكالوريا وزد لي صاص وإن شاء الله تاني دكتورة وإن شاء الله تاني دكتورة بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال سهرت ليالي طوال وفقكم ربي ونجحت ويا كل يتعبي نال بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال وسهرت ليالي طوال وفقكم ربي ونجحت ويا كل يتعبي نال يا كل يتعبي نال شكرا 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 On met les bras plats et on plie les genoux. On est prêt pour le match, les dieux sont avec nous. Calmate, calmate, calmate la chiquita. Ale un para para, ale un para para. Che pete, alla piglia collata. Ale un para para, ale un para para. Calmate, calmate, calmate la chiquita. Ale un para para, ale un para para. Che pete, alla piglia collata. C'est le chant des guerriers du bar, des All Blacks de comptoir, de ceux qui vont finir tout noir et qui vont rentrer tard. C'est la prière au dieu de la folie de la fête. On peut pas être mieux, y a pas de raison que ça s'arrête. Allez, on para para, allez, on para para, calmate, calmate, calmate la chiquita. Allez, on para para, allez, on para para, que pété, à la piña colada. Allez, on para para, allez, on para para. Calmate, calmate, calmate la chiquita. Ale un para para, ale un para para. Que pete, a la piña colada. C'est le chant des guerriers du bar, des All Blacks de comptoir, de ceux qui vont finir tout noir et qui vont rentrer tard. Mais avant une incantation au dieu de l'apéro, la danse de la pression de la tribu Cantabro.
la 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 la. شو 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 جئناكم أيام العطلة ندعوكم في جمعتنا نمرح نلهو نتسلى فهيا تعالوا ضموا لنا فالوقت يطيب ويحلو معكم أنتم أحبتنا. هو هو عمو يا زيد شو هو هو عمو يا زيد شو هو هو عمو يا زيد شو 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 لا 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 فقرات وإشعارات فبها سوف نرفعكم ألغاز وحكايات وهدايا تفرحكم ولنا لكم مفاجآت تعالوا نخشب سرها معكم. هو هو عمو يا زيد شو هو هو عمو يا زيد شو هو هو عمو يا زيد شو 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 هو هو شكرا 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 أحبائي. عمو يزيد دائما سعيد بلقائكم، وعلى بالكم وهران المدينة الوحيدة اللي درنا فيها مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام حفلين متتاليين، باش اللي ما قدرش يدخل اليوم يدخل غدوة ويسمحونا. عمو يزيد يبغيكم قاع، وماذا بيا قاع تروحوا فرحانين كما جيتوا فرحانين. واش رأيكم اليوم؟ وقتاش اليوم العالمي للطفل الإفريقي، لا جورني انترناسيونال دو لانفون افريكان، وقتاش؟ على بالكم باللي هذه الايام العالميه لجورني انترناسيونال هي الايام التي تدون في جمعيه الامم، في منظمه الامم المتحده، اليوم العالمي للطفل الإفريقي. شوف الشابة هذه، كي سموك بنتي؟ دعاء. دعاء، شحال في عمرك دعاء؟ شحال في عمرك؟ 12 سنة. 12 سنة، الله يبارك بنتي. وقتاش اليوم الإفريقي؟ 1 جوان. لا لا، هذاك اليوم العالمي. اليوم العالمي للطفل الإفريقي. شوف الشاطر هذا، كي سموك؟ إسلام. إسلام، شحال في عمرك؟ 12. 12 يوم؟ لا 12 عام. 12 شهر؟ 12 عام. 12 عام، داكور. وقتاش اليوم العالمي للطفل الإفريقي؟ 5 جوان. لا 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 لا، ماكش بعيد، ماكش بعيد، ماكش بعيد. شوف الشاطرة هذه، تعرفي كي سموك؟ رحاب. رهاب؟ رحاب. رحاب، الله يبارك. شحال في عمرك رحاب؟ 11 سنة. شحال؟ 11 سنة. 11 سنة، وقتاش اليوم العالمي للطفل الإفريقي؟ 5 جوان. لا لا، هذا وين قال 5 جوان؟ ماشي صحيح. كي سموك ولدي؟ هواري شرارة. هواري، شحال في عمرك هواري؟ 7 سنوات. 7 سنوات؟ واش هو الجواب؟ 16 جوان. 16 جوان، تعال تعال، برافو برافو. لو 16 جوان هو اليوم العالمي للطفل الإفريقي. أعطيه الهدية تاعو. شاطر أنت في القراية؟ واه. شحال جبت معدل؟ 8.96. برافو، تصفيقة تصفيقة عليه تصفيقة عليه. أعطيه الهدية تاعو. فوالا، تفضل هواري، بالتوفيق إن شاء الله. رامي راعي هذا البرنامج يعطيك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفاد بها. شكرا شكرا. العفو العفو، يقدر يقعد معنا، معلش الشاطرين يقعدوا معنا. أحبائي، عمو يزيد من خلال حصة مع عمو يزيد، حصة ولادنا تحت جناحنا، عمو يزيد شو، يحاول دائما يوصل لكم أحسن العبر. درت أغنية، على بالكم اللي في المجتمع نتاعنا وكل مجتمعات حاجة المهمة في المجتمع هي الاحترام، لازم المجتمع يكون مبني على الاحترام، احترام الغير، إلقاء السلام، عدم التسرع، خلي الناس تهدر، كي تكمل عادة تهدر أنت، ما تقاطعش الناس، لما تخرج من البيت ما ترفعش صوتك، لما تروح عند إنسان إما أقارب ولا لازم تدق على الباب وتستأذن باش تدخل. يا أخي عمو يزيد دار أغنية نقول فيها، هي حوار بين الطفل وباباه، يقول له يا أبتاه
يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. هذه اللي تغنوها أنتما بعد عمو يزيد يجاوبكم. يقول له لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت والصبي. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. أحبائي، لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. أحبائي، الاحترام مهم في المجتمع. إذا تغنوا كامل معايا، يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يلا. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. هيا وقر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. شكرا 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 شكرا. أحبائي، الاحترام مهم جدا جدا جدا، هو أساس المجتمع. يا أخي أحبائي، واش رأيكم؟ أنا كاين أغنية، كاين أغنية في كل مرة نديروا تقدير، نديروا تقدير للعمال. درنا أغنية للشرطي، رجل إطفاء، عامل النظافة. قبل ما نغنوا الأغنية تاع الشرطي والأغنية تاع رجل الإطفاء، شكون يقدر يقول لي وقتاش عيد الشرطة في الجزائر؟
شكون يعرف؟ شكون يعرف؟ شكون يعرف؟ شوف الشاطر هذا، كي سمو كلي؟ علاء. علاء، شحال في عمرك علاء؟ ها؟ شحال في عمرك؟ شحال عندك من عام؟ تسعة. تسعة؟ تسع أيام؟ تسع شهور؟ تسع أعوام. تسع أعوام. الله يبارك، تسع سنين. وقتاش عيد الشرطة؟ 22 جويلية. برافو، تعال 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 تعال. 22 جويلية هو عيد الشرطة في الجزائر. نقدر نصعب له السؤال ونقول له عيد الشرطة في أي سنة بدينا نحتفلوا فيه في الجزائر؟ ما عرفتهاش. ما قالوها لكش هدية؟ شكون اللي قال لك؟ ماما. ماماك، وماماك ما قالت لك شوش من عام؟ ما قالت ليش. نعاونوا عمو يزيد، نعاونوا 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 عمو يزيد. يلا. ها؟ 1902؟ 90. لا، 1902؟ واثنين؟ 60. 1962. سيق حارة علي، سيق حارة 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 حارة. معليش، الهدية كانت على التاريخ مش على السنة، معليش. ولكن عيد الشرطة هو يوم 22 جويلية، وبدينا نحتفلوا به في سنة 1962، يعني سنة الاستقلال، يعني بضعة أيام بعد الاستقلال تأسست الهيئة، يعني لكور دو لا بوليس، لكور تاع الشرطة في الجزائر. أعطيه الهدية تاعو. هاك فرحان؟ واه هاك فرحان. شكرا. العفو. إذا المهبول يعطيك هذه الهدية، هذه إن شاء الله تستفاد بها ولدي. اقعد معنا، اقعد معنا، اقعد معنا. عمو يزيد دار لكم أغنية تاع الشرطي، نقول فيها تغنوا كاع. أنا 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 شرطي المرور، كلي 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 بهجة وسرور. تغنوا كاع معايا الشرطي. إذا الشرطي، يلا. أنا 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 شرطي المرور، كلي 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 بهجة وسرور. أنا 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 شرطي المرور، كلي 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 بهجة وسرور. أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور. أنظم السير أراقب العبور أساعد الغير مبتسم صبور. أنا 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 شرطي المرور، كلي 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 بهجة وسرور. أحارب الإجرام أخفف الزحام أساعد الأطفال شجاع مقدام. أحارب الإجرام أخفف الزحام أساعد الأطفال شجاع مقدام. أنا 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 شرطي المرور، كلي 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 بهجة وسرور. أحفظ النظام أحارب الخيانة وأضمن الأمان. أصون الأمانة أحفظ النظام أحارب الخيانة وأضمن الأمان. أنا 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 شرطي المرور، كلي 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 بهجة وسرور. Thank you.
راكب العبور وسعيد الغير مبتسم صبور أنظم السير أراقب العبور وسعيد الغير مبتسم صبور أنا شرقي المرور كلي بهجة وسرور أنا شرقي المرور كلي بهجة وسرور أنا شرقي المرور كلي بهجة وسرور. شكرا إذن تحية تقدير للشرطة الجزائرية لسهرة على حفظ النظام وللأمان وعلى مساعدة الغير. أحبائي شكون اللي يجيب لنا الأخبار للبيت في برية؟ في برية ساعي البريد. يلا تغنوا كامل معايا هذه الأغنية تتغنى بساعي البريد. كيفاش يوصل البراوات، كيفاش يتعامل مع الناس، كيفاش الناس يبغوه، كيفاش الناس يحبوه، كيفاش دائما مبتسم، دائما لابس مليح، دائما. إذن ساعي البريد ما تحمل. تغرب عني يوما وسلوك
صادق وعملي دوما. شكرا شكرا شكرا. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود وانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. نشكر عمو يزيد وطاطا ناصرة وسهر رمضانكم وسهر فطوركم. نشكر عمو يزيد اللي جانا هنا وتسلينا بزاف. نحب عمو يزيد، شكرا انو جانا. نقول عمو يزيد شكرا على هذه الزيارة، عجبتنا بزاف، فرحتنا، وسهر رمضانكم وسهر عيدكم. نشكر عمو يزيد ونشكر الديوان الوطني للثقافة والإعلام، أيوة عجبتني الحصة، أيوة وصحة رمضانكم وصحة عيدكم. نشكر عمي يزيد على هذه الهدية وصحة فطوركم وصحة رمضانكم. نشكر عمو يزيد لزيارتي في مدينة وهران، صحة رمضان. نشكر عمو يزيد وعجبتني المسرحية، شكرا. نشكر عمو يزيد كثير اللي فرحنا وجانا في مدينة وهران وقعني عنده سيزام إن شاء الله يفرح. نشكر عمو يزيد لزيارة وهران وصحة رمضانكم وصحة عيدكم.